برافو يا لذيذ. طيب زومبا، يعني ايه حط في بطنك بطيخة صيفي؟ يعني ابقى بكرش زي ساره. يا بنت اللي في بطن ساره ده مش كرش، ده بيبي، ودي معناها اطمن ما تقلقش انا هتصرف. حاضر. لذيذ. يعني ايه يعمل له من الفسيخ شربات؟ يعني يضحك عليه. لا انت كده متلخبط ما بينها وما بين يعمل له من البحر طحينه. يعمل له من الفسيخ شربات يعني تجيب حاجه او حد ملوش لازمه وتعمل منه بني ادم. اوكي. صباح الخير. زي ما انا عملت مع علاء كده بالظبط. ايه ده جايبين في سيرتي على الصبح كده؟ تقولوا ايه بقى؟ انك مالكش لازمه حبيبي. ايه كده؟ ما تشغلش بالك، ده انا كنت بعلمهم شويه امثال باللغه العاميه بس. وتعلموا بقى. دول بقوا شطار جدا. بص زومبا، قولي لي مثل كده يمشي على شخصيه علاء. ديل الكلب عمره ما يتعدل. شفت؟ القرد في عين. خلاص خلاص يا زومبا، كفايه تهذيب. ايه ده، انت بتمرنهم للمسابقه ولا بتعلمهم يردحوا؟ اعمل ايه طيب يا علاء، ما انا بذاكر لهم كل حاجه عشان انا مش عارف المسابقه هتيجي في ايه. نفسي قوي نعوض اللي حصل المره اللي فاتت ده. بصراحه اللي حصل المره اللي فاتت ده مش عادل خالص. انا مش فاهم انت ازاي سكت. هو انا كنت فاهم حاجه انت كمان؟ انا عارف ان هما كده كده عايزين يكسبوا سامح، بس ان شاء الله احنا اللي هنكسب في الاخر. لذيذ. بقول لك يا خط، تعالى عايزاك. خدي تعالي انت هنا. عايزه ايه؟ على فكره انا قلت لذيذ خطيبي. اسكت انا اتخرس. ها، عايزه ايه من لذيذ؟ عايزه في حاجه شخصيه برايفت. لا يا حبيبتي، حاجه شخصيه برايفت ده وانتوا خارجين رايحين حديقه الازهر، احنا هنا في شغل. طب ما انا عايزاه في شغل، عايزاه يراجع معايا حاجه في الشغل. هو انا يعني مستنيه اجي الشركه؟ احنا طول الليل مع بعض على التليفون، هو مش بيحكي لك ولا ايه؟ والله طب ماشي، روح يا لذيذ شوفها عايزه ايه. عايزه ترغي. معلش روح معاها كده وزي ما اتفقنا. ها، وبهات لي حاجه افطر بيها الاول بس. اوكي. ثانك يو. شكرا باشمهندس. اللي تتجوز الديب تستحمل التعذيب. خلاص يا اسطوره، ورطت نفسك انت بموضوع الخطوبه ده. مش مهم بقى يا علاء، اما بخلص موضوع الشركه ده ابقى اشوف هعمل معاهم ايه. طب ما تفسخ معاهم وربنا يسعدهم هم كمان. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو في حاجه اسمها كده في الشغل؟ دي عقود. وبعدين انا عايز اكسب الاول وبعدها اشوف اتصرف معاهم ازاي. يا رب نكسب. المهم اخبار الشركه ايه؟ الدنيا ماشيه والكلاينتس تمام؟ لا كله تمام بالنسبه للابلكيشنز والسمارت سوليوشنز، كله ماشي تمام. انا بس مش عايز اشغل دماغك يعني عشان هي مدوره نفسها. سوليوشنز ومدوره نفسها؟ انت شغال في موقف يا ابني. المهم يعني الكلاينتس مبسوطين وبتقابلهم ستات ورجاله؟ ايوه طبعا يا يوسف، ولو في رجاله يعني بخلي هدير تقابلهم. المهم مش عايز اشغل دماغك، انا بس عايزك طلب مهم في الشغل. قول. انا عايز اجازه. ده كده طلب في الشغل؟ ايوه يوسف، ما هي اجازه من الشغل يبقى طلب في الشغل. والله انت ما عندك دم. يعني انا عمال احكي لك على مشاكلي وانت جاي تطلب اجازه؟ عامه ماشي، عندك الاتش ار مانجر، روح اطلب منها الاجازه. لبنى؟ لا معلش قول لها انت. وانا اقول لها ليه؟ انت عايز اجازه تروح تقدم عليها، لو هي وافقت انا موافق. ماشي يا يوسف، انا هتصرف.